بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج فضائل الحرمين. نحن وإياكم في هذا البرنامج، والذي سنحاول من خلاله بإطلالة بسيطة على فضائل الحرم النبوي الشريف هنا في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسرني أحبتي من خلال هذه الحلقة أن يكون ضيفي وضيفكم هو فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا. الله والإخوة جميعا، أسأل الله لي ولكم التوفيق. فضيلة الشيخ، حقيقة دون أريد أن ندخل في الموضوع مباشرة، لا سيما ونحن في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الفضائل وجود الروضة الشريفة والتي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. مفهوم الروضة بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ثابت عنه في الصحيح وفي غيره. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بكلمة الروضة هنا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد فيها ما فيها من حلق الذكر وقراءة القرآن وتدارس السنة، على أن ذلك موصل للجنة، واحتجوا بحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الروضة تصير مكانا في الجنة، والأظهر والعلم عند الله أن هذه الروضة جزء من الجنة، وحمل الحديث على حقيقته أولى من حمله على غيره، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لو فرضنا أن المراد كما قال بعض أهل العلم ما فيه من حلق الذكر، فإنه معلوم قطعا أن هذا لا يختص بذلك المكان ما بين البيت ما بين المنبر، فقد تكون حلق الذكر حلق العلم في المسجد كله. فتخصيصه صلى الله عليه وسلم وتحديد المكان وتعيينه بقوله: ما بين بيتي ومنبري، فهذا يدل على أن هذا الجزء من المسجد قطعة من الجنة، أو سيصبح غدا قطعة من الجنة بعد البعث والنشور. المهم حمل الحديث على حقيقته، والحديث في مجمله يدل على أن هذا الموطن أفضل من غيره من المواطن في المسجد، وإن كان المسجد كله ذو فضل. حقيقة فضيلة الشيخ، الروضة ومعالمها، ومعالم الروضة حقيقة هناك المحراب والروضة نفسها يعني، وفضل الصلاة فيها، لا سيما وإنها من فضائل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم يحرص دائما الذي يقوم بزيارة هذا المسجد المبارك يصلي في هذا المكان المبارك تمثلا لهذا الحديث أو تماشيا معه. المحراب محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد معالم هذه الروضة المباركة. نعم، الموجود الآن في المسجد النبوي ثلاثة محاريب، يعني بنيان. المحراب الذي يصلي فيه الأئمة الآن، وهذا محراب بناه عثمان رضي الله تعالى عنه. معنا الآن فضيلة الشيخ، هذا محراب النبي صلى الله عليه وسلم الموجود الآن الذي عليه الصورة الآن، هذا محراب النبي صلى الله عليه وسلم. معنى محراب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه، يعني بمعنى هذا مكان إمامته عليه الصلاة والسلام، وهو المحراب الآن كما هو مشاهد، لكنه يميل إلى اليمين قليلا، يعني مكان الصلاة بتحديد صلى الله عليه وسلم فيه ميل يمين إلى اليمين قليلا. والآن إذا لو أخذ الصورة جاءت إلى هذا المحراب العثماني، الآن إذا كان الصورة ارتفعت قليلا تتضح. فالمقصود في المسجد النبوي ثلاثة محاريب: المحراب الذي يصلي فيه الأئمة الآن، هذا محراب عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمحراب الذي في الروضة هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا محراب عثمان رضي الله عنه. نعم، هذا المحراب الآن الذي بجواره رجل الشرطة، هذا المحراب الذي يصلي فيه الآن الشيخ الحذيفي، الشيخ القاسم، أئمة الحرم. هذا المحراب كان يصلي فيه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يصلي فيه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافته، لأنه وسع المسجد جنوبا تجاه القبلة. بقي محرابان: المحراب الذي في الروضة
هو مكان إقامته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أي مكان إمامته، طبعا لم يكن بهذه الهيئة. بقي محراب آخر على يمين المحراب النبوي خارج الروضة، هذا يعرف بمحراب الأحناف، بناه سليمان القانوني الخليفة العثماني أيام حكم الدولة العثمانية. إذن ثلاثة بنيان، نحن نتكلم عن الروضة. المحراب الموجود في الروضة هو محراب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ببنيانه لكن المراد بمقام إقامة النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن زمنة مضت يعني قبل حوالي 15 عاما تقريبا، وأكيد أنت محمد أدركت هذا وأدركه الكثير من اللي يسمعه يشاهدوني الآن، كان الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله في صلاة التهجد يصلي فيه، بل وأدركنا من يقول إنه كان يصلي حتى التراويح في أول حالها. أنا هذا لم أدركه، أن التراويح كانت تصلى في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخبرني به شيخ طائفة المؤذنين الشيخ عبد الرحمن خاشقجي. لكن صلاة التهجد صلينا نحن الحمد لله وراء الشيخ سنين عديدة في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي فيه إماما في صلاة التهجد. هذا المقام مقام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ومعلوم أنه لم يتقدم أحد في ذلكم المحراب يصلي بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صلى فيه مرتين. المرة الأولى لم يكمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فعاد وأبو بكر لم يركع بعد، فتراجع أبو بكر وتقدم صلى الله عليه وسلم بعد أن أشار إلى أبي بكر أن يثبت مكانك في هذا الموضع الذي عليه الصورة الآن. فلما فرغ من صلاته قال: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، يعني عندما أشرت إليك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل والصنيع منه رضي الله عنه وأرضاه أبدله الله في أخريات حياته عليه الصلاة والسلام، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه في هذا المحراب النبوي وصلى بالناس أيام مرضي واشتداد المرض على رسولنا صلى الله عليه وسلم. الآن ضيوف الدولة في المقام الأول خادم الحرمين الشريفين عندما يأتي المدينة يصلي في هذا الموضع، لأن هذا موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يرغب عاقل يبحث عن أجر أن يحيد عن مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت لو تلاحظ هذا في يعني عندما يأتي خادم الحرمين الشريفين وفقه الله يتفقد المدينة بين الحين والآخر، يعني يصلي في الروضة والمشرفون على المقام والإخوة في الرئاسة يأذنون له أو يعني يجعلونه يصلي في هذا المكان. المقصود هذا مكان شرف عظيم يذكر بقراءته صلى الله عليه وسلم بإمامته. يقول حسان بطيبة: رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعفى الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور، يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به وارى في الترب ملحد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد. هذا محراب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المحراب هو الذي طعن فيه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو الذي طعن فيه عمر، لأن عمر لم يزد في المسجد قبليا أكثر من زيادة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما محراب عثمان الذي يصلي فيه الأئمة صلى فيه عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك. هذا الحديث عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الروضة الطاهرة الشريفة المباركة. إذن شيخنا حقيقة الحديث ذو شجون، خاصة عندما يكون حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل هذا المسجد المبارك. كما نعلم أن هذه الروضة أيضا حقيقة يتسابق الناس إليها ولها فضل كبير، وربما يعني حتى أن يعني الذين يقومون بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدافعون بشدة، وهذا ليس من أدب المسلم. فنحب حقيقة أن نبين إلى جانب الفضائل أيضا المثل التي يجب أن يلتزم بها الإنسان الذي يقوم بزيارة هذا المسجد المبارك ويزدحمون في هذا المكان الضيق، ماذا ينبغي عليهم؟ هم لابد للقادم أن يستصحب أنه طالب أجر لا طالب وزر، فطلب الأجر يجعله خفض الصوت، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، شرف المكان، طهارته، جلالته، أنه أصلا بيت من بيوت الله، فكيف وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتوخى الأول منهم
الآخر منهم الأول، من تهيأ له الصلاة في الروضة لا يطيل حتى يترك لغيره أن يصلي فيها، إذا رأها قد ازدحمت لا يجوز له أن يتخطى الرقاب ويطالب بما ليس له، فهذه أماكن فضل الوصول إليها لمن سبق، فمن سبق أولى بالمكان وأولى بالمقام. نحن نرشده إلى أن يقلل من البقاء وإن كان في النفس منها حاجة، لكن يقلل من البقاء حرصا على يؤتي الفرصة لغيره وإن كان يعني من الصعب إلزامه. هذا يا شيخ، هذه ما بين بيتي، هذا الحديث ما بين بيتي ومنبري. طبعا تحدثنا عن المحراب، يظهر لي أن المنبر له دور في الكلم. المنبر سيد محمد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقف يعني يقوم عليه في أول الأمر، كان يتكئ على جذع ويخطب الناس مستقبلا للناس صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام. وفي لفتة فقهية إذا أذنت، الآن الإمام أي إمام يصلي بالناس ويجعل ظهره للناس، فإذا فرغت الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ماذا يصنع؟ ما السنة؟ السنة ينصرف بوجهه إلى الناس، لأن الذي برر أن يعطي ظهره للناس إمامته للناس، فلما فرغ من الإمامة انتهى المسوغ لأن يجعل ظهره للناس. المنبر كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكئ على جذع نخل، ثم لما شكى قدمه شكى من قدميه أشارت عليه امرأة، أو بعض الروايات هو الذي قال كان لها نجار، ويقال لم يكن في المدينة إلا نجار واحد، اختلف اسمه، قيل ميمون قيل صباح قيل غير ذلك. المهم أنه ذهب إلى طرفاء الغابة فصنع منبرا للنبي عليه الصلاة والسلام، كانت عدد درجات المنبر ثلاث، كانت عدد درجات المنبر ثلاث درجات، فكان عليه الصلاة والسلام يخطب عليه ويجلس، فحن الجذع كما في الحديث الصحيح، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره وضم الجذع إليه. ولهذا يقال في الصلاة عليه أو في التعريف به عليه الصلاة والسلام صلى حن الجذع إليه وسلم الحجر عليه صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم. فعاد إلى المنبر، فالمنبر كان له ثلاث درجات. فلما جاء الصديق تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وخطب على الدرجة الأولى، لأن المنبر يعني صورته درجة درجة ثم درجة للجلوس ليست للقيام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجة الثانية ولا يقف على الثالثة، لأن الثالثة محل جلوس بين الخطبتين. فجاء الصديق مقف على الأولى، هذا المحراب، هذا المنبر. الآن سأبين لماذا المنبر مرتفع. فجاء عمر فجلس على وقف على الأرض لم يقف على المنبر، فجاء عثمان فعاد إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي الحال على هذه الحال الصديق والفاروق وعثمان وعلي. لما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه جعل المنبر تسع درجات، يعني لو الآن الكاميرا أتت على المنبر تلاحظ الآن تسع درجات، الذي جعله تسع درجات معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أول من كسه، أول من كسى المنبر معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والآن كما تلاحظ ربما الازدياد الناس حتى يكون مشرف مرتفع، نعم مرتفع أي حتى يكون مشرف ازدادوا الناس، فجعله معاوية رضي الله تعالى عنه جعل المنبر تسع درجات وبقي على حاله إلى يومنا هذا تسع درجات، كما قال من ينظم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المنبر عظيم لأنه ورد الله يقول تحبيسونهما من بعد الصلاة، فالعلماء يقولون اليمين تغلظ مكانا وتغلظ زمانا، فتغلظ مكانا إذا كانت اليمين عند هذا المنبر، وتغلظ زمانا إذا كانت بعد العصر. فلا يتصور أن أحدا يعقل اليوم الآخر يأتي عند هذا المنبر بعد صلاة العصر فيقسم يمينا يكذب فيها، لا يتصور أن أحدا يعقل يأتي عند هذا المنبر بعد صلاة العصر زمانا ويقسم عنده مكانا، هذا قمة التغليظ في اليمين. لا إله إلا الله. حكيت الشيخ صالح يعني ربما من خلال ما يعني ما أفضت به فضيلتكم حول المنبر وحول الروضة، هناك يعني من الفضائل أن يتأدب الإنسان بعدم أن يأتي ببعض الأمور الغير شرعية، لا سيما عندما يصل إلى هذه الروضة المباركة. نحن من خلال هذا البرنامج نعم نستطلع فضائل بعض الأمور في هذا المسجد المبارك،
ولكن أيضا حتى لا يفهم من يسمعنا الآن بأن هذه الفضائل قد تصرفه إلى أمور أخرى، يعني قد يذهب به الشطط إلى أمور أخرى، يعني يخرج عن إطار العبادة اللي مفترضة له من الله أو الذي يفترضها عليه الله سبحانه وتعالى. البعض يتمسح بالمنبر، يتمسح بالروضة، يتمسح بالحديد، يتمسح بهذه المناطق التي موجودة في 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 مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من الفضل أو الفضيلة أن الإنسان يقوم بهذا الأمر؟ هو يعني يستصحب الإنسان ويعرف أن هذه أماكن يعبد الله عندها، يعبد الله عندها، يعني جاء الشرع بقرائن بدلائل من الكتاب والسنة تدل على أنها أماكن يعبد الله جل وعلا عندها، لا تعظم هي في ذاتها وإنما يعبد ويعظم الله جل وعلا عندها. لكن ينبغي كذلك كما أننا نفقه الزائر، نفقه الحاج بأن هذه الأماكن يعبد الله جل وعلا عنده وفق ما شرع، كذلك لابد أن نستصحب أن هؤلاء يقدمون بعاطفة، بعاطفة محبوسة سنين، فلابد كذلك من توجيه هذه العاطفة توجيها صحيحا، يعني لابد من شرفه الله بأن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر في تلك الأماكن أن يستصحب أن هؤلاء الحجاج أنفقوا أموالا، قطعوا مفاوز، قطعوا بحارا، يأتون بعاطفة. نحن فقط علينا أن نوجه تلك العاطفة التوجيه الشرعي السليم، إذا من غير عنف. من غير عنف، نعم. حقيقة فضيلة الشيخ يعني بالفعل أتمنيت أن يطول بي اللقاء في هذه الحلقة إلى فضائل كثر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حقيقة في هذه الحلقة اختصرنا على فضيلتين من فضائل هذا المسجد المبارك، هما في الروضة، هما المحراب والروضة بشكل عام ومعالمها. إن شاء الله سبحانه وتعالى نستطلع أيضا فضائل أخرى في حلقات قادمة بإذن الله. شكر لك فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير. وأنتم أحبتي أيضا أتوجه لكم بالشكر الجزيل لمتابعتكم لنا. بإذن الله نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.